تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نادي أديبة يرحب بجميع الأخوات الموجودين إلينا من عدن الحبيبة الممثلة بأعضاء الهيئة الشرعية وعلى رأس الأخ الشيخ الكرام الثاني اليزيدي والأخ الشيخ المحمود وقارب جبهات المقاومة في عدن إلى أرضهم، أرض الضالة، أرض البسالة التي أثبتت للعدو أنها شوكة وغصة في قلوب هؤلاء الناس، وأنها بإذن الله عز وجل هي نوع من إطلاق السلام في قلوب بشكل عام. إخواننا أبناء عدن جزاهم الله خير أتوا إلينا اليوم ليؤكدوا اللحمة الجنوبية، وأننا جميعا بإذن الله عز وجل على خطى واحد، لن نتراجع عن ذلك مهما حاول من يلعب بالأوراق أو يتلاعب بها أو أن يفرض على أبناء الجنوب أي مشروع غير مشروع الذي ضحى من أجله الشهداء وسار على طريقه الجرحى منذ 2007. ونحن أمام الله عز وجل ثم أمام شعبنا نعاهد شعبنا ونعاهد شهداءنا ونعاهد جرحانا أننا على هذا الطريق لن نحيد عليه بإذن الله عز وجل. ونحن اليوم في هذه المنطقة الحدودية مع الجمهورية العربية نؤكد أننا من هذا المكان أننا لا نريد إلا دولتنا، لا أكثر من ذلك ولا أقل، نريد دولتنا فقط التي دخلت في وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية في عام 90، لا نريد سواها. وهذه رسالة واضحة لنظام الاحتلال ولأذناب الاحتلال ولأزلام الاحتلال أننا بإذن الله عز وجل لن نتراجع على هذا الخيار. وآخر هذا الكلام، أسأل من الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى هذا المطلب وأن يتوحد أبناء الجنوب على هذا لكي نوصل رسالة قوية إلى دول الإقليم ودول التحالف ودول لكي يتعاملوا مع هذا المطلب وهذا الحق المشروع لأبناء الجنوب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، إنه لذلك والقادر عليه.